وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها. كان رئيس مجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد أحال في 12 من أكتوبر من عام 2022 مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة لبحثه ودراسته. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ ناقش خلالها عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. في بداية الجلسة تم التصديق على مضابط الجلسات 24 و25، تلا ذلك مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة. أجد أنه فعلت حسنا الحكومة، مشكورة ولها كل الشكر والتقدير بالتقدم بهذا التعديل، يتماشى حاليا مع ما تمر به الظروف الاقتصادية، ويشجع أيضا على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي. أنا موافق على القانون لاعتبارات الآتية: هو حرص القانون على مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفير أوضاعهم بشكل كامل، مما يجعلهم في إطار قانوني سليم يدخلهم بدور منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة. يصان القانون في معالجة الخلل الحاصل بسبب تقادم صلاحية التصاريح الصناعية المؤقتة التي قد سبق إصدارها لعدد من المنشآت الصناعية، واللي تقريبا انتهت من حوالي 4 سنوات. وأكد عدد من النواب أن مشروع القانون يهدف إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة. أود أن أؤكد أهمية هذا المشروع على كافة المستويات داخل الدولة الوطنية المصرية، السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. خروج هذا المشروع إلى النور سيؤدي إلى تقنين أوضاع المنشآت الصناعية التي صدر لها ترخيص مؤقت غير قابل للتجديد في هذا القانون الحالي. يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية الغير مرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم. ثانيا، يأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد. ثالثا، أن توفير سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق. من جانبها، أكدت الحكومة أن قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة يأتي ضمن جهود تحفيز قطاع الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد. وفي نهاية الجلسة وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ونهائيا، وذلك كخطوة لتوفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة بما يحافظ على استمرار عملها.